النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم هذه النشرة الجوية لآخر التحديثات حول حارة الطقس خلال الأيام القادمة. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية، وتتوضح استمرار تحرك السحب الممطرة وتحمل بعض الثلوج صوب المرتفعات الجبلية الجنوبية حتى في هذه الأثناء، بالرغم من انحسار المنخفض الجوي صوب المناطق الشرقية أو حتى وسط العراق حاليا، في حين نلاحظ معكم بدء تقدم بعض السحب محلية التكون في مناطق الضفة الغربية صوب المملكة خلال الساعات القليلة القادمة. ذلك من شأنه أن يعمل على هطول زخات محلية متفرقة من الأمطار والبرد بمشيئة الله والمطر المتجمد خلال الساعات القليلة القادمة، في حين يستمر تساقط ثلوج خفيفة غير مؤثرة فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية لنهار هذا اليوم الأربعاء. لكن هنالك توقعات بقدوم منخفض جوي جديد بمشيئة الله مع ساعات مساء الخميس، يستمر هذا المنخفض الجوي حتى ساعات بعد ظهر وعصر يوم الجمعة. إذن هو منخفض جوي سريع التأثير، لكنه مرفق بجبهة هوائية باردة فعالة وعالة الفعالية، ستعمل على هطول أمطار غزيرة بمشيئة الله في عموم مناطق المملكة بدءا من المنطقة الشمالية بمشيئة الله، مع ساعات مساء الخميس تنتشر سريعا نحو المنطقة الوسطى، تمتد لاحقا نحو المنطقة الشرقية والجنوبية. نلاحظ معكم أيضا كذلك حال تدفق لرياح قطبية المنشأ شديدة البرودة عقب مرور هذا المنخفض الجوي. إذن ليس هنالك توقعات بأن يتزامن هذا الهطول الكثيف المطري مع البرودة الشديدة، لكن توقعات بأن يتم هذا التزامن فوق مرتفعات المملكة العالية الجنوبية تحديدا جبال الطفيلة وأشرى من جديد. إذن توقعات بتجدد تساقط الثلوج الكثيفة في هذه المناطق بمشيئة الله مع ساعات صباح وظهيرة وعصر الجمعة بمشيئة الله. مع ساعات مساء هذا الجمعة يتحرك هذا المنخفض سريعا من وسط الأراضي السورية فور تكونه، مع ساعات مساء الخميس يتحرك سريعا نحو الأراضي العراقية، وبالتالي تراجع واضح وكبير للفعالية الجوية مع ساعات عصر ومساء الجمعة. وتوقعات حينها أي مساء الجمعة بتشكل الانجماد في مناطق واسعة من المملكة وتدني درجات حرارة المسجلة على الأرض إلى حاجز الصفر المئوي وربما دون ذلك. كذلك ما توضحه هذه الخرائط الخاصة بدرجات الحرارة الخاصة بنا هنا في طقس العرب، والتي توضح تحرك هذه البرودة الكبيرة من مناطق الأراضي اللبنانية والسورية قادمة من الأراضي التركية مباشرة نحو المملكة ومناطق شمال السعودية حتى والعراق. لاحظوا معي هذه البرودة الكبيرة في الأجواء المتوقع مع ساعات مساء الجمعة ليل الجمعة على السبت، أيضا فجر وصباح السبت، وبالتالي توقعات بتشكل الانجماد في مناطق واسعة من المملكة عقب مرور هذا المنخفض المترافق بهطولات مطرية كثيفة مع ساعات فجر وصباح الجمعة بمشيئة الله. نلاحظ معكم أيضا العامل الآخر المهم بهذا المنخفض الجوي، وهو سرعة هبات الرياح المرافق له. انظروا معي إلى هذه الألوان، كلما أصبح اللون داكنا أكثر ذلك يدل على سرعة رياح كبيرة متوقع مع ساعات ليل الخميس على الجمعة وساعة فجر وصباح الجمعة تقارب حاجز 100 كيلومتر في الساعة وربما حتى تزيد عن ذلك. وبالتالي ندعوكم إلى تثبيت مقتنياتكم الخاصة في المناطق في الخارج. مع ساعة مساء الجمعة تهدأ هذه الرياح ويتشكل الانجماد في مناطق واسعة من المملكة. ننتقل معكم الآن لاستعراض توقعات الأمطار الخاصة بهذا المنخفض الجوي. مع ساعات عصر الخميس هنالك فعالية أو بدء فعالية جوية في مناطق عدة في وسط وشمال المملكة، بمعنى أن هنالك توقعات بهطول أمطار متفرقة في المنطقة الوسطى والشمالية مع ساعات عصر ومساء الخميس. سرعان ما تنتظم هذه الفعالية الجوية في هذه المناطق نتيجة بدء عبور جبهة هوائية باردة فعالة قادمة من المناطق الشمالية تتشكل فوق الأراضي اللبنانية والسورية، تتحرك سريعا نحو الجنوب والشرق. نلاحظ معكم مع ساعات فجر وصباح الجمعة وصول الفعالية الجوية إلى عموم مناطق المملكة بمشيئة الله، تكون هذه الفعالية الجوية الممطرة بغزارة على هيئة ثلوج كثيفة تحديدا فوق مرتفعات الطفيلة التي يزيد ارتفاعها عن 1400 أو 1500 متر تحديدا لواء القادسية والرشادية في جنوب المحافظة. كذلك الحال مرتفعات الشوبك وبشكل أقل مرتفعات غرب محافظة معان. نلاحظ معكم الأمطار
شاملة معظم بمناطق المملكة بمشيئة الله. مع ساعات المساء انحسار كامل للهطولات المطرية والثلجية عن عموم مناطق المملكة، وتوقعات بتشكل الانجماد في مناطق واسعة من طرقات المملكة وتدني درجات حارة إلى حاجة الصفر المئوي وربما أقل من ذلك. نلاحظ معكم العظمى المتوقع يوم الخميس 7 درجات مئوية، تنخفض إلى 5 درجات مئوية ليل الخميس على الجمعة. أجواء باردة ماطرة بغزارة بعيدة ساعات انتصاف الليل مع هبوب رياح غربية قوية السرعة. هذه الأجواء مستمرة مع ساعات صباح وظهيرة الجمعة قبيل انحسار الفعالية الجوية بدءا من المناطق الشمالية ثم الوسطى الشرقية فالجنوبية. نلاحظ معكم ليل الجمعة على السبت درجة مئوية واحدة فقط في العاصمة، أقل من ذلك في الأحياء الجنوبية من العاصمة. يوم السبت هو يوم بارد، يوم مستقر في عموم المناطق، واستمر تشكل الصقيع والانجماد حتى مع ساعات ليل السبت على الأحد. ملخص خاص بهذا الوضعية الجوية، منخفض جو جديد مساء الخميس، أمطار غزيرة ورياح قوية، ثلوج كثيفة متوقعة بمشيئة الله على مرتفعات محافظة الطفيلة، كذلك الحال لواء الشوبك وبعض المناطق الغربية في قرى معان الأجزاء الغربية من محافظة معان بشكل أقل من الطفيلة والشوبك. توصيات خاصة بالتعامل مع هذه الوضعية الجوية، الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة نظرا للانخفاض الكبير المتوقع في درجات حارة، أيضا القيادة الآمنة على الطرقات بفعل تشكل الضباب فوق طرق المرتفعات الجبلية العالية، كذلك الحال الانزلاق بفعل زخات البرد الكثيف، أيضا الثلج في المرتفعات العالية الجنوبية. أيضا ندعوكم إلى تثبيت مقتنياتكم الخاصة وامتلاكاتكم الخاصة بالخارج نظرا لتوقع هبوب رياح غربية قوية السرعة تقارب حاجز 100 كيلومتر بالساعة. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.